ماذا لو قلت بز؟ هذه الكلمة يتم استخدامها كثيرا وخاصة في أوساط الشباب، ويستخدمونها للسخرية وعدم المبالاة وأن الأمر ليس له قيمة. لكن هل هذه الكلمة عربية؟ وهل لها معنى آخر؟ ومتى وأين قيلت؟ وما المناسبة التي قيلت فيها؟ كل ده هنعرفه في الفيديو بتاعنا النهاردة. كلمة بوز هي كلمة تركية قديمة، وكانت تستخدم أيام الأتراك العثمانيين، ومعناها ملح. ويحكى قديما أنه في أيام الاحتلال العثماني للعديد من الدول العربية، كان العثمانيون يفرضون ضرائب على البضائع التي ينقلها التجار من وإلى الولايات العثمانية ما عدا الملح. فكان التجار يحملون أكياس الملح إلى بعض الولايات العثمانية لكي يبادلونه بالقمح أو بأي أنواع أخرى من الحبوب والغلال. وأثناء عبورهم الحدود، كان الحراس الأتراك العثمانيون يقومون بالتفتيش لكي يتعرفوا على نوع البضاعة التي يحملها التجار. وكانوا عندما يجدونها أكياس من الملح يقولون للتاجر: بز، أليس كذلك؟ بز. فيرد التاجر ويقول: بز، بز، يعني لا يوجد لديه بضاعة ذات قيمة. ومع الوقت أصبح التجار يستخدمون كلمة طز للسخرية من الحراس على الحدود بين الولايات العثمانية. ومع مرور الزمن أصبحت هذه الكلمة يستخدمها الكثيرون للدلالة على اللامبالاة والسخرية والاستهزاء بأمر من الأمور. ففي هذه الحالة يقولون بز. وكده يكون عرفنا ماذا لو قلت بز. دمتم في أمان الله. فضلا منكم الاشتراك في القناة ولايك للفيديو، وأكون شاكر جدا جدا لحضراتكم، وجزاكم الله خير.